السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحيب. نعم حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تتنوع فقراتها وأيضا أحداثها من خلال الأحداث التي تحصل في بلدنا الحبيبة قطر. بعد حصول شركة راس غاز على جائزة التقطير للعام 2012 بيكون معنا اليوم السيد ثامر بن علي الكعبي وأيضا السيد فهد الخاطر اللي راح يحدثونا أكثر عن جهود الشركة في مجال تأمين فرص العمل للشباب القطري. وأيضا من ضيوفنا السيد عبد الله المهندي اللي راح يحدثنا عن حملة أمش في المول وأيضا عن أهدافها. أما السيد نواف بن راشد الكعبي راح يعرفنا أكثر عن برامج الابتعاث السنوية لشركة قطر للبترول. كل هالأحداث يا سالم موجودة عندنا في برنامج ترحيب اليوم. عندنا شركة راس غاز وشركة قطر البترول وأيضا مؤسسة اسباير راح يحدثونا عن هذا البرنامج المميز. نعم احنا حرصنا حقيقة على تنوع الفقرات أيضا لمشاهدين الكرام وأيضا حاولنا من خلال حلقتنا لهذا المساء نركز على أحوال الطقس يا صباح. البداية يا سالم من أحوال الطقس والأحوال الجوية مشاهدينا في ظل الرياح الرملية اللي تضرب البر القطري وأيضا دولتنا قطر وهي ظاهرة طبعا طبيعية خصوصا في شهر يونيو ويوليو من كل سنة. لكن بداية رياح هذا الموسم كانت مبكرة وقوية والسبب تمركز منخفض استوائي عميق فوق بحر العرب مع بداية الشهر الماضي. وتتزامن هذه الرياح عادة مع مربعانية الصيف واللي تبدأ طبعا مشاهدينا مع ظهور طالع الثريا وهذا الطالع يبدأ في شهر يونيو في السابع من هذا الشهر ولمدة 40 يوم تقريبا. والمثير أن رياح البوارح الشمالية الغربية لا تستمر على نمط واحد إذ قد يشتد الجو لبضعة أيام ثم يهدأ ويصفو أيضا لبضعة أيام قبل أن يعاود نشاطه مرة أخرى. في هذه الأيام أعزائي المشاهدين لابد من الحذر خصوصا لمرضى الربو أو للمصابين بحساسية في الجهاز التنفسي. وأخذ الحيطة ضرورة ليس فقط للمرضى لأن استنشاق ذرات الغبار قد يسبب حساسية في الأنف كما أن التعرض لها يؤدي أيضا إلى إصابة العين بالحساسية. ومن طرق الوقاية يا سالم استخدام الكمامات لجميع العاملين في مواقع مفتوحة وأيضا إحكام إغلاق النوافذ في البيوت وتنظيفها جيدا من آثار الغبار بخاصة غرف النوم والأغطية اللي بينامون عليها يا سالم. أكيد أكيد. وأيضا لمعرفة أحوال الجو للأيام المقبلة راح يكون معنا على الخط الآن أخونا وزميلنا راشد الدوسري. راشد مساك الله بالخير، ذكرت في الحلقة الماضية أن الجو يعني راح يستمر في هذه الحالة إلى يوم الجمعة القادم، ولكن هل هناك تغيرات في مثل هذه الأخبار؟ أولا مساكم الله بالنور. بالنسبة للطقس نعم بيكون مستمر من اليوم لين بكرة. حالة الطقس بشكل عام خاصة بالليل بيكون عادي غبار خفيف الحين، لكن لين طرة الفجر والتحذير موجود، تحذير داخل البحر بيكون موجود لين بكرة إن شاء الله. والبر تقريبا كان في تحذير بس في البداية، لكن الحين أوكي الجو ما في شيء. الهواء بشكل عام شمالي غربي، سرعة الرياح بتكون من 10 إلى 20 عقدة تقريبا. نعم. توصل 25 عقدة تقريبا على بعض المناطق البر. نعم. لكن داخل البحر بيكون الهواء تقريبا من 15 إلى 25 ويوصل ل 35 عقدة تقريبا بالنسبة لسرعة الرياح. نعم. بالنسبة للموج السيف مقدمين لثلاثة بيوصل أربعة، بس أغلب شيء بتكون على المناطق الشمالية غربية في الارتفاع يوصل 4 اقدام تقريبا. داخل البحر المناطق بالذات الشماليه شمالية غربيه بيكون ارتفاع الموج من 8 الى 14 قدم، لكن المناطق الجنوبيه لا بتكون تقريبا من 6 الى 10 اقدام. بكره بتكون بدايه النهار عادي ما في شيء، الغبار خفيف تقريبا، لكن فتره الظهر والعصر هو مع اشداد الرياح بيكون في غبار وغبار مطار تقريبا العاج الغبار هذا نفس اللي شفته اليوم بس بشكل اقل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بيكون اقل، ولا تنسى الحر بعد مره واحده جايين. بالنسبه للمساء ان شاء الله بكره مسيان بيطيح الهواء، بيكون غبار بسيط. نعم. الهواء بيكون فيه بس نشاط، احنا ما نقولنا بيطيح مره واحده انه خلاص بيصير شوي مره واحده، اي لا 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 بيكون نشاط.
بس حلو حلو الجو يعني خاصة بالليل بيكون الجو حلو يعني بيكون أقل من اليوم إن شاء الله. إن شاء الله. هاي على أساس إنه بكرة إن شاء الله مسيان. الجمعة نفس الشيء بيكون الجو حلو نفس الشيء شمالي غربي لكن نشاط. بالنسبة حق هو البحر يعني اللي بيروح البحر من بعد المغرب أوكي مو مشكلة على أساس إن الموج خلاص بينخفض سرعة الرياح تنخفض. بس مو بلدرجة الانخفاض المعهود يعني لا بيكون في ذروة النشاط يعني شوي شوي بتنزل سرعة الرياح. على السبت بيكون الجو حلو نفس الشيء لكن في احتمالية أن من السبت تقريبا بالليل بيبتدي يدور الهواء شوي شوي وبيكون الهواء تقريبا تارس أو مسلط تقريبا على يوم الأحد أو الاثنين بزيادة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية يا راشد سلام. الدوسري وبيض الله وجهك. شكرا يا راشد وما قصرت. تم اليوم انعقاد الاجتماع 29 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون. وتم خلال هذا الاجتماع مشاهدينا لقاء تعريفي نقاشي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في قطر. المزيد من التفاصيل نشوفها معكم في هذا التقرير. هذا اللقاء يعقد أبناء دول مجلس التعاون المطبق عليهم نظام مد الحماية والهدف منه توعية أبناء دول مجلس التعاون بالتغطية التأمينية وأهميتها وبعدين إحنا جايبين أجهزة الموظفين في دولهم في قطر. الهدف من هذا اللقاء هو توجيه أسئلة إلى أجهزة تقاعد التأمينات الاجتماعية بشكل مباشر وكي نعطي أكبر فرصة ممكنة للأصحاب الأعمال وكذلك ممن يشملهم النظام في توجيه أسئلتهم بطريقة مباشرة وسلسة. نظام مد الحماية ولله الحمد من أنجح قرارات مجلس التعاون. اليوم إحنا ولله الحمد سجلنا ما يقارب 15,000 خليجي يعملون في دول الخليج. منهم اليوم استفادوا من النظام تقريبا 200 شخص أو 250 استفادوا من النظام واستحقوا مكافأة ومعاش تقاعدي. فهذا إحنا جئنا لأجل هؤلاء والإجابة على الأسئلة اللي هم يودون يطرحون علينا اليوم. هناك يعني عدم معرفة كاملة حول أحكام النظام الموحد وهذا يترتب عنه أنه في أفراد كثيرين حتى تاريخه غير مشمولين بالنظام الموحد. في الجانب الآخر الندوة هذه تهدف إلى تسليط الضوء على أحكام النظام الموحد والتعريف بأحكامه بشكل دقيق وواضح حتى يتمكن المخاطبين من أحكام هذا النظام أن يستفيدوا الاستفادة الكاملة من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن مجلس التعاون وبالنسبة للتقاعد وأيضا التأمينات نتمنى لهم التوفيق من خلال ما يدور مثل هذه الاجتماعات. تقديرا لجهودها في مجال تأمين فرص العمل للشباب القطري تسلمت شركة رأس غاز جائزة التقدير لعام 2012. ماذا حققت الشركة في مجال التوظيف وأيضا ماذا تخطط للمستقبل؟ هذا ما سيحدثنا عنه ضيفانا في الاستديو السيد ثامر بن علي الكعبي رئيس قسم تطوير القطريين وأيضا سيد فهد الخاطر مدير إدارة المشاريع. نرحب فيكم في برنامج ترحيب ونقول لكم يا مرحبا بكم في قناة الريان. يا مرحبا بكم الله يحييكم. الله يحييكم أبو علي وأيضا أبو عبد الله شرفتنا في برنامج ترحيب وأيضا في قناة الريان. بتكون البداية معك يا أبو علي بالنسبة للجائزة جائزة التقدير نبي نتكلم عنها بعد فوز الشركة بهذه الجائزة. بداية أحب أن أشكر قناة الريان لتحت الفرصة لنا هذه وأتصور أنه جائزة التقدير لسنة 2012 حققتها شركة رأس غاز بجهود مجلس الإدارة إلى العاملين في الإدارات كلها طبعاً القائمين على التقدير ودعم الكوادر الوطنية في شركة رأس غاز. نفتخر بحصولنا في سنة 2012 كأفضل شركة تحقق التقدم في ونسبة التقدير في قطاع النفط والغاز
للتنويه، شركة رازقاز قد حصلت على هذه الجائزة مرتين سابقات وهذه ثالث سنة أصلاً. نعم. الحمد لله. نعم. لو انتقلنا لك استاذ فهد، يمكن ودي تحدثنا عن تجربتك في شركة رازقاز. طبعا انا لله الحمد يعني لي الفخر اني اكون احد المنتسبين لشركة رازقاز، وطبعا تجربتي مثل تجربة كثير من الاخوان الحمد لله اللي مروا بنفس التجربة. بدأت تقريبا في سنة 1999 مع مجموعة العمليات كمهندس عمليات. طبعا سنحت لي فرصة اني اعمل في المنشآت البحرية والمنشآت البرية، سنحت الفرصة ايضا اني اعمل مع مجموعة المشاريع، فكان عندنا مشروع كبير للتوسعة فانتسبت الى المجموعة، مجموعة المشاريع، وعملت مع المكتب او المتعاقد الرئيسي اللي كان ذاك الوقت في اليابان طوكيو يوكوهاما، عملت معهم لمدة تقريبا سنة كاملة لكي يعني نعمل في جانب المتعاقد فضلا عن نعم. يعني نكون جانب الشركة، فاكتسبنا خبرة طبعا هناك في مسألة الهندسة والتوريد والإنشاءات. رجعت بعدها إلى العمليات البرية، عملت في الصيانة نظام الشفتات أو نظام الورديات. طبعا بعدها حصل لي فرصة أيضا أتطور أكثر وعملت مع قسم التخطيط الاستراتيجي في الشركة، ثم بعدها رجعت ولله الحمد لمجموعة العمليات اللي هي المجموعة طيب. الأم، ويعني استلمت مناصب قيادية فيها في المساندة في إدارة المصانع وفي إدارة المشاريع. الله يعطيك العافية، سجل حافل ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب أنا إذا بغيت أسألك بقول لك رأس غاز ماذا قدمت لفهد الخاطر خلال السنوات المنصرمة الماضية؟ طبعاً والله قدمت لنا الكثير صراحة، يعني الخبرة هذه اللي أتكلم عنها أنا من سنة 99 إلى اليوم يعني خبرة متسارعة صراحة يعني بشكل كبير جداً. قدمت لي رأس غاز الفرصة طبعاً صراحة، فرصة أني أعمل في منشآت ومرافق مثل منشآت رأس غاز ومرافق رأس غاز رئيسية. يعني صراحة فرصة مش موجودة في العالم، لأن المصانع اللي موجودة عندنا هي أكبر المصانع في العالم كله، فحتى يعني مش فقط الخريجين المحترفين الخارجيين ودهم منهم يعملون في منشآت ومرافق مثل هذه. أعطتني الفرصة طبعا، أعطتني فرصة الاختلاط والعمل مع أفضل المهندسين والمحترفين في العالم، وهذا ما نبحث عنه من خلال السؤال اللي هي الفرص هذه. نعم نعم. والبيئة بشكل عام طبعا، البيئة صراحة بيئة العمل بيئة تنافسية، ثم قلت لك أنت تعمل مع أفضل المهندسين ما عندك خيار إلا أنك تنافس. هناك تشجيع طبعا من الشركه ومن قيادات الشركه، والحمد لله يعني طلعنا الى ان اصبحنا يعني احد القيادات. الحمد لله. زين لو انتقلنا لك ابو علي استاذ ثامر، يعني بما انك رئيس قسم تطوير القطرين في الشركه، شنو هي ابرز الخطط اللي وضعتها شركه رازغاز في زياده عدد القطريين في شركه رازغاز؟ لله الحمد في شركه رازغاز عندنا خطه طويله المدى للوصول إلى نسبة وهي 50% كتقطير قطريين في شركة رازقاز. عندنا برامج مختلفة لاستقطاب القطريين وتطويرهم، منها على سبيل المثال برنامج المنح الدراسية سواء للجامعات بالدولة أو خارج الدولة، عندنا مبتعثين في قطر وخارج قطر. ايضا عندنا برنامج التاهيل الفني خريجين الثانويه، برنامج التاهيل الاداري لطلبه خريجين الثانويه العامه، ايضا برامج التدريب الصيفي. يعني اتصور انه هذا النوع من البرامج توفرها شركه رازقاز لاستقطاب وتطوير القطريين واكسابهم المهارات اللازمه ليكونون في الوظيفه يؤدون الاداء المتوقع منهم. بلا شك، وبالذات ان مثل هذه الدورات اللي تعملونها وايضا المنح الخارجيه اتوقع انها فرصه عمل ايضا، وبالذات للطلاب خريجي الثانويه او الجامعه في نفس الوقت. ابو علي، كم تبلغ نسبه القطريين في شركه رازقاز؟ حسب احصائياتنا الاخيره، احنا دائما نجتمع بشكل دوري مع الإدارات عندنا في شركة رازقاز ونتابع معاهم النسبة الإدارة نفسها الإدارة المعنية وأيضا بشكل عام كنسبة تقطير في رازقاز. النسبة الحالية اللي وصلنا لها 34% إلى 35%، ما يمثل أكثر من 1000 موظف قطري اليوم
ينتجون ويساهمون في انتاج وصناعه الغاز في قطر. زين يعني يكون في لكم بما ان الان يعني احنا تقريبا انتهينا من السنه الدراسيه والنتائج تقريبا خلاص يعني بدات تطلع لطلاب المرحله الثانويه، هل في زيارات لطلبه المدارس الثانويه في سبيل تحفيزهم لإعطائهم مثلا برنامج الابتعاث اللي عندكم، او حتى ممكنكم تتوجهون الى بعض الجامعات الموجوده بحيث انهم ينضمون الى شركه رازغاز؟ بالفعل اخ صباح، يعني اتصور انه وهذا طبعا توجيه من الاداره عندنا ان اليوم اساس تكون متميز لازم تعمل شيء مختلف بحيث انك تقدر تستقطب وتوجه وترشد الشباب القطري المقبل على سوق العمل. نقوم بزيارات طبعا للمدارس الثانويه، وعندنا خطه بالمستقبل حتى لمدارس المرحله الاعداديه، لان هذه تعتبر اهم مرحله بحيث انك انت توجههم ايش التخصص اللي يحتاجه سوق العمل في قطر، وبالذات سوق النفط والغاز. بالاضافه لذلك نعمل زيارات ميدانيه لطلبه الثانويه العامه، نخليهم يجون يشوفون المصنع في راس لفان، يعرفون بيئه العمل بحيث انه ما يتفاجئون بكره لما يتخرجون يشوفون والله المسافه. يعني الهدف من هالنوع من الزيارات تعريفي ويعطيهم فكره شامله بحيث انه يكون عنده فكره شامله وملمه، وايضا يتعرف على طبيعه العمل الموجوده في المصنع نفسه، لو التحق بالمصنع يكون عنده خلفيه عن طريقه العمل. ايضا ابو عبد الله مثل ما ذكر ابو علي هناك برامج عديده تقدمها راس غاز للطلاب او حتى من يلتحق براس غاز. يعني من مجال خبرتك في 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 راس غاز، ما هي اهم البرامج اللي ممكن تستقطب الطاقات القطريه من خلال ما تقدمها شركه راس غاز من برامج؟ اخوي سالم، مثل ما قال اخوي ثامر، اهم تقريبا اهم برنامجين عندنا هم برنامج تاهيل الفنيين اللي هم شباب الثانويه، طبعا عدد كبير من الشباب يلتحقون بالبرنامج هذا، وعندنا برنامج اعداد المهندسين. تقريبا عندنا يمكن حوالي وصلنا لدرجه 100 مهندس اللي شغالين في البرنامج، 100 مهندس قطري، 100 مهندس اللي مروا بالبرنامج، وعندنا فوق تقريبا ال 200 قطري اللي هم يمشون في برنامج الاعداد الفنيين، وكثير منهم الان يعني على رؤوس اعمالهم. فالبرنامج يعني بالذات برنامج الاعداد الفني برنامج يعني قوي، ويعد الشاب خريج الثانويه من مرحله تخرجه من الثانويه الى انه يعني كانه هو قائد المصنع، هو المشغل الفعلي للمصنع، وهو اللي يعني يتخذ القرارات في تشغيل والاطفاء وما الى ذلك. نعم ابو علي، يعني احنا عندنا شركات كثيره في قطر، يعني لو نقعد نذكرها خالصين، لكن شو اللي يميز شركه راس غاز عن غيرها من الشركات الموجوده عندنا كفرص عمل، كمميزات توفرها هذه الشركه في جذب الطلاب وايضا الاشخاص اللي موظفين ايضا؟ والله مثل ما قلت اخوي صباح، يعني الشركات اليوم المنافسه كثيره في قطر، وكلها طبعا تدعم الكوادر الوطنيه، لكن اتصور بكل فخر يعني نقدر نقول هالشيء، احنا في شركه راس غاز عندنا مسار واضح للكوادر القطريه الملتحقين في راس غاز من اول يوم عمل. هناك خطه تدريبيه، وهناك مرشد محترف يعمل على تطوير الشباب القطري واكسابهم المهارات اللازمه. هناك متابعه من رئيس مجلس الاداره للمدير كل اداره بمدى تطور وتقدم الشباب القطري. مثل ما قلت هناك اجتماعات دوريه نتابع كل شاب قطري موجود عندنا، كل شاب قطري في كل او شابه موجودين عندنا نتابع ايش العوائق اللي تواجههم وكيف نقدر نسهل او نساعد في اكسابهم المهارات هذه. فاتصور برنامج التطوير عندنا برنامج احنا نفتخر فيه، برنامج مدروس قايمين عليه محترفين مهندسين او اداريين ذو كفاءه عاليه. وانا اتوقع ان يعني النسبه الموجوده 35% مثل ما ذكرت تقريبا من القطريين موجودين في راس غاز، وايضا حصولكم على جائزه التقدير دليل كافي على نجاح برامجكم اللي تقدمونها للموظفين. ايضا انا حاب اعرف المعايير اللي تضعونها للتوظيف في راس غاز. المعايير طبعا معايير التوظيف او معايير المنح الدراسيه، خلينا اقول لك
هذه طبعا هي مثلها مثل مختلف الشركات النفط والغاز في الدولة. على سبيل المثال ان المتقدم يكون طبعا ذو معدل مقبول عندنا 80 فما فوق مثلا بالنسبه للثانويه طبعا نعم نعم خريجي الثانويه وطلبه الجامعه يكون 2.5 كمعدل تراكمي فما فوق اجتياز المقابله الشخصيه وايضا يكون عنده الرغبه انه يشتغل في او يعمل في اي مواقع من مواقع الشركه. نعم. هذه تقريبا بشكل مختصر المعايير. نعم نعم. عبد الله يمكن انت من الشباب اللي بدوا يعني من فتره طويله في شركه راس غاز، اكيد يعني من خلال احتكاكك في البرامج من انتقالك الى من قسم الى اخر من مرحله الى اخرى اكيد في بعض المصاعب واجهتك وبعض الاشياء اللي واجهتك لكن تغلبت عليها لان وصلت الى هالمرحله. من بعد انتهائك من هذه التجربه هل في نصيحه توجهها للشباب القطري اللي ممكن يتابعونا من خلال برنامج ترحيب؟ والله طبعا نصيحتي للشباب جميعا طبعا هم يجدون يجتهدون، يعني بيئة العمل بيئة ميدانية يعني، والميدان يعني ما ينجح فيه الا المجتهدين. فنصيحتي للشباب انهم يعني يجتهدون، وانصحهم انهم يتجهون اكثر نحو التخصصات العلمية. يعني البلد اقتصادها اليوم يقوم على النفط والغاز، فنحن بحاجة صراحة شديدة إلى فنيين وإلى مهندسين. فأنا أنصح الشباب إنهم يتوغلون في المجال هذا، وبإذن الله يعني الفرص في نهاية المطاف موجودة لهم. أكيد. وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام يستلمون قيادات الشركة كلها إن شاء الله. بإذن الله، وبالذات أن راس غاز يعني فاتحة هذا المجال أيضا للقطريين. بلا شك أنكم أخذتوا هذه الجائزة بناء على استراتيجية وضعتها في شركة راس غاز للعوام الماضية، وهذه هي ثمارها. السنين المقبلة ما هي الخطة المستقبلية لشركة راس غاز؟ طبعا مثل ما قلت انت احنا عندنا خطة استراتيجية واضعينها بهدف احلال القطريين ويكونون ياخذون دور قيادي في الشركة. طبعا عندنا برامج مثل ما قلت، برامج تطويريه وبرامج تدريبيه ايضا. نعمل الان على استقبال طلبات المتقدمين من القطريين لمختلف البرامج والحاقهم بسوق بشركه راس غاز في مختلف بدا التقديم حق الاشخاص اللي يبون يبتعثون حق الخارج ولا ما بدا؟ والله بدا والحمد لله في اقبال، وبدينا الان في مقابلاتنا. طبعا انا احب انوه ان احنا نستقبل طلبات القطريين على مدار العام، طبعا نستقبلهم. هذا بالنسبه للتوظيف مفتوح. نعم. على مدار العام. نعم. بنستقبل طلباتهم على مدار العام ونبدا في اجراءات التوظيف في هذه الفتره. يعني عندنا في 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 منتصف السنه وحتى في هذا بالنسبه لخريجي الثانويه طبعا. نعم. بس الجامعه مفتوحه على مدار السنه. نعم بالنسبه لخريجي الثانويه، ولكن الجامعه مثل ما ذكرت ابو عبد الله مفتوح على وبالذات مدار السنه خلال المعارض المهنيه طبعا. نستقبل طلبات. نعم نعم. السيد ثامر بن علي الكعبي رئيس قسم تطوير القطريين في شركه راس غاز، وايضا السيد فهد الخاطر مدير اداره المشاريع في شركه راس غاز، نشكركم كل الشكر على تواجدكم معنا في برنامج ترحيب، على امل ان شاء الله نلتقي بكم في حلقات قادمه باذن الله. يا مرحبا بكم، يعطيكم العافيه وما قصرتوا. الله يعافيك ويسلمك. مشاهدينا بعد الفاصل راح يكون معنا السيد عبد الله المهندي اللي راح يحدثنا عن حمله امش في المول. انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل ايضا ننتقل عفوا الى موضوع اخر، حيث من 6 سنوات وحلم هذه اللحظه يراودهم هي لحظه التخرج التي ينتظرها الطلاب بفارغ صبرهم، وها هي قد اتت اخيرا. احتفلت اكاديميه اسباير مشاهدينا بتخريج الدفعه السادسه من طلابها الذين توجوا سنوات تحصيلهم وجهدهم في هذه اللحظه.
هذه احتفالية متكررة للسنة السادسة على التوالي، نحتفل فيها بتخريج طلاب أكاديمية سباير. طبعا كلمة تخريج تعني جزء من الحقيقة، لأنهم بداية مرحلة، يعني هم انتهوا من البرنامج اللي كان موضوع في الأكاديمية، لكن الآن منطلقين لحياتهم سواء في الجانب الأكاديمي أو الجانب الرياضي أو الجانب العملي. فهذه احتفالية نشارك فيها أولياء الأمور في هذا اليوم. والله اليوم أسعد يوم في حياتي، كنت أنطرها الفرصة أن أتخرج من أكاديمية سباير. أكاديمية سباير هي اللي غيرت لي حياتي وعلمتنا أشياء كثيرة في الدراسة وفي الرياضة، وهالشعور يعني كنت أنطرها من 6 سنوات، والحمد لله يعني تخرجت من هالأكاديمية، وأحب أشكر سباير. صراحة يوم لا ينسى، أجمل يوم في سباير. أتمنى جميع الطلاب اللي التحقوا بأسباير التوفيق والنجاح في آخر سنة لهم. هذه الليلة كانت بجهد وتعب عناء وعمل 6 سنين. الطلاب فيه كنا نراعي فيهم من ناحية التعليمية ومن ناحية الرياضية ومن ناحية بناء الشخصية. فالطالب تلقى تعليم جيد عالي المستوى، وتلقى تدريبات رياضية أهله أنه يكون متفوق رياضياً، وأيضا بنت شخصيته سباير، بنت فيه بعض القيم اللي تساعده على بناء شخصيته. طبعا نبارك مشاهدينا الجميع الخريجين اللي تخرجوا من أكاديمية سباير، ننتظرهم طبعا في المستقبل مستقبل باهر. ننتقل مشاهدينا بالحديث إلى موضوع آخر، مع حلول فصل الصيف أصبحت النشاطات الخارجية محدودة، ومع ارتفاع درجات الحرارة يصعب علينا ممارسة رياضة المشي. أكاديمية التفوق الرياضي سباير أطلقت حملة أمش في المول يا سالم. نعم، ضيفنا في الاستوديو السيد عبد الله المهندي الباحث في تعزيز الصحه مستشفى سبيتار، يحدثنا عن اهداف الحمله وكم ستستمر. حياك الله معنا عبد الله في برنامج ترحيب، وايضا في قناه الريان، سعداء باستضافتك معنا. وانا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اشكر تلفزيون قناه الريان على هذه الاستضافه، وتحت الفرصه لنا نتحدث اكثر عن مبادره سباير زون، اللي هي ان شاء الله مبادره الصيف تكون ان شاء الله ولو هذا مكان حول المشي في مراكز التسوق، المشاركه في حمله امشي اكثر امشي بالمول. نعم. طبعا هذه الحمله تكون ضمن اطار رؤيه قطر 2030. انا بيني وبينك ورقاطك اخوي عبد الله، بس المسمى الحاله امش اكثر في المول. ايوه، مش رايك الصبح امشي اكثر امشي في المول الحين؟ بعد الحين يا سالم، بعد مع هالجو ومع الغبار ومع دخول الصيف، اتوقع الكل بيروح المجمعات. مبادره حلوه، مبادره حلوه. صحيح. طبعا هي ضمن الرؤيه 2030، وضمن اطار اللي هو تعزيز الصحه في المجتمع، وهي جايه تحت برنامج المجتمع اللي تعرفونه، صحتك في خطوتك. نعم. فمن ضمن المبادرات هي مبادره المولات في الصيف. طبعا نشكر طبعا اداره المولات، عندنا 4 مولات مشاركه ان شاء الله معنا السنه، اللي هي عبد الله عندنا ان شاء الله مجمع الفيلاجيو. نعم. هذا فيلاجيو بعد يعني حياه بلازا، حتى حجمه كبير يعني بالنسبه للمشي ايضا، وحياه بلازا، حياه بلازا، وعندنا اللاند مارك، وعندنا حق المناطق الشماليه اللي بيكون مول الخور ان شاء الله. حلو، يعني حتى المناطق الشماليه بعد شملتوها. زين، عطنا شرح مبسط عن المبادره، يعني ايش راح تكون طريقتها؟ طبعا اشكر اداره المولات على تعاونهم في البدايه، وطبعا الداعمين لبرنامج صحتك خطوتك منهم شركه رازغاز والبنك التجاري وايضا شركه اوريدو. فهي قايمه على نقطتين المبادره. نعم. اوقات المشي، والنقطه الثانيه اللي هي المسارات المشيه. فنشكر المولات ان حددت طبعا اوقات حق المشي، اللي قبل لا يفتح المول عاده بساعه تسمح للناس ان يجون المول بس حق ممارسه رياضه المشي. متى هذا عبد الله؟ ان شاء الله بيكون يعني على الساعه 8 صباحا، يعني من 8 ل 9 تقريبا، بيكون يعني تقريبا ساعه، وحتى ساعة. ممكن يستمر يعني الواحد داخل المول بعدها للتسوق او غيره. نعم. بس انا اتوقع انه من 8 ل 9 لان المحلات كلها يعني مسكره، بس ممكن في مجال المشي، ممكن السوبر ماركت والمحلات الثانيه تكون مفتوحه. والنقطه الثانيه كما اشرنا اللي هي مسارات المشي.
طبعا بالتعاون مع المولات ان شاء الله بتكون توزيع مطويات عليها خارطه المول وتحديد مسارات المشي فيها عدد الخطوات ما شاء الله للمشي، يعني بدل واحد ما عنده العداد المشي فممكن راح تكون موجوده على ارضيه المول نفسها بتكون لا في ضمن المطويه وحتى ممكن انزالها عن طريق الموقع برنامج صحتك في خطواتك موجوده متوفره هذا اتوقع يعني استكمال لبرنامج صحتك في خطواتك اللي هو يحسب عدد الخطوات وايضا ادخال المعلومات الى الموقع الالكتروني ويبرز للشخص نفسه عدد من المعلومات المهمه لمارس الرياضه. صحيح، وايضا في المطويه ان شاء الله بتكون تشير الى فوائد المشي وكيفيه ممارسه المشي بالطريقه الصحيحه والامنه اللي بتكون في المول، يعني مثلا الواحد اذا قلنا يبي يبتدي رياضه المشي طبعا يحط له هدف مثلا هل بيمشي نص ساعه ساعه، وطبعا يحاول يرتدي ملابس المريحه والتكامل الاحذيه المناسبه للمشي. كم مدتها عبد الله؟ مده المبادره ان شاء الله بتكون على طول فتره الصيف وان شاء الله بعدين نحاول. اتوقع بدات الجو حار وايضا في يعني شويه تغير الهدف بالطقس. الهدف الاساسي هو طبعا تغلب على حراره الصيف وطبعا ما يكون ان شاء الله عذر يعني انه يكون حاله الطقس انها تمنع من ممارسه المشي، فالناس اللي كانت مثلا تمشي في الكورنيش او في الممشيات فممكن احنا تستغل السوق يعني المركز التجاري وبالذات يعني انه مكيف صحيح ومغطى يعني وبعد في اوقات بس بالنسبه للغات ولقاط اخوي صباح بالنسبه للوقت يعني هو بس فتره الصباحيه فقط؟ لا ممكن يستمر حتى فتره يعني فتحه المول يعني كامله. نعم بس يعني نفضل الفتره الصباحيه ليش؟ لانه يكون المول هادي. نعم حتى الواحد ياخذ راحته في المشي انه حتى اذا معه مثلا حد يعني من رابعه او ذي يعني يكون يشجع الاخر. زين عبد الله حدثنا عن النصائح اللي توجهونها للاشخاص الان مثلا اللي ودهم يشاركون في هالحمله لكن ما قد جربوا او مارسوا رياضه المشي او اي رياضه اخرى، النصائح اللي توجهونها لهذه الاشخاص. طبعا هاي دعوه منا انها ان شاء الله بيكون اول تدشين لنا في يوم السبت الجاي ان شاء الله الساعة 8 صباح للساعة 10 في مجمع الفيلاجيو بيكون أول مول إن شاء الله نطلق فيه الحملة. إن شاء الله بيكون متواجدين العاملين في برنامج صحة خطواتك حتى بيكون في جانب الطبي ياخذون فيهم ضغط الدم ومثلا قياس السكري ويعطيهم النصائح. طبعا اللي بيمارسون موجودين صح بيكون هاي في وقت اطلاق الحمله بيكون فيها فعاليات مصاحبه حتى للاطفال والعوائل ما شاء الله. ونشكر طبعا الداعمين في الاول والاخير لهذه البرنامج وان شاء الله بيكون فيه سحوبات بيكون فيه احنا ايضا يعني نشكرهم بعد من خلال البرنامج ترحيب بلا شك مثل هذه المبادرات دائما يكون لها الفضل الكثير وبالذات مثل ما ذكر اخوي عبد الله ان احنا في فتره الصيف الحر وايضا الطقس متغير فبلا شك ان هذه المبادره راح تكون مبادره طيبه وانا اتوقع انه راح يكون فيها اقبال كبير من الجمهور وايضا من متابعين هذه الحمله. المشي له فوائد صحيح وخصوصا لامراض الضغط والسكري ممكن نتكلم عنها بايجاز اخوي عبد الله. طبعا مثل ما تعرفون بشكل عام الرياضه ومن ضمنها ممارسه رياضه المشي تخصيص وقت تقريبا نص ساعه لساعه مثلا يوميا في المشي يساهم بشكل كبير طبعا لخفض او ضبط ضغط الدم الانسان كما اشارت الدراسات وايضا بعد اللي عندهم امراض السكري النوع الثاني فاثبتت الدراسات ان اذا تخصيص الوقت نص ساعه مشي في اليوم فيساهم بشكل كبير ان نخفض مستوى السكر اللي هو يحفز الانسولين في جسم الانسان ومن ضمنه يساهم حق خفض مستوى السكر وايضا اللي عندهم الام في المفاصل وايضا مثلا بعض امراض. نعم زين عبد الله يعني انتم من خلال هذه الحمله اللي تعتبر يمكن حمله مجتمعيه لكل افراد المجتمع ممكن يشارك بها، شنو هي النتائج اللي انتم وضعتوها ومتاملين ايضا ان تخرجون بها بعد انتهاء هذه الحمله؟ طبعا ان شاء الله مثل ما بادرنا في صحتك خطوتك وكان الاقبال كبير ما شاء الله عندنا هنا قريب 17,000 واكثر يعني مشارك في الحمله وان شاء الله نطمح ان شاء الله في حمله المولات والمشي في المولات خلال فتره الصيف انها يساهم بعد او يتم اقبال عليها بشكل كبير من كافه اطياف المجتمع. نعم عبد الله رساله توجهها لمشاهدينا الكرام بالنسبه لهذه الحمله حمله امش في المول. طبعا الرساله هم او دعوه دعوه للمشاركه ان شاء الله في المبادره
وإن شاء الله يحضرون إن شاء الله وقت التدشين. في كل أسبوع بيكون في مول لين إن شاء الله نهاية الشهر خلاص يكون قطينا، وهي تعتبر يعني المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة بشكل المولات يعني. ولا قاطك عبد الله، بالنسبة للعنوان أمش في المول ولا أمش أكثر؟ أمش أكثر، أمش بالمول سواء يعني أي مول يعني تجاري مشارك. نعم. في هذه الحملة إن شاء الله نطمح حق الوصول للمولات الثانية إن شاء الله. لا أتمنى الجميع يشارك ويساهم في مثل هذه خطوة. زين عبد الله، يعني أنتوا سويتوا البرنامج اللي قبل برنامج صحتك في خطوتك، تقييمكم يعني لهذا البرنامج والتفاعل اللي شفتوه كيف تشوفونه من قبل الأشخاص اللي شاركوا في هذا البرنامج؟ طبعاً مثل ما ذكرت سابقاً ما شاء الله كان تفاعل كبير بحكم الإحصائيات اللي شفناها، حتى من إقبال الجنس النسائي أكثر يعني في البرنامج تقريباً 60% يعني ذكور. فشوف نساء صحيح القطريات طبعا. نعم. اكثر من تقريبا 40 يعني بالمئة للذكور. نعم. فان شاء الله تكون هاي المبادره الجديده مكمله للمبادره السابقه اللي هو عدد المشي ان شاء الله. في مبادرات ان شاء الله انا اطمنك اقول لك المبادره هذه انا اتوقع يعني شخصيا راح يكون لها دور رئيسي، خصوصا نحن في فترة الصيف مثل ما ذكرنا والحرارة أيضا مرتفعة، أيضا الجو أو الطقس في تغير، فأنا أتوقع أن هذه الحملة أيضا راح تنجح عفوا، وبالذات أيضا أنها في مجال الصحة. صحيح. وأتوقع المشي أنه هو يعني شيء أساسي. إن شاء الله أنا أصبح بنكون إن شاء الله معاكم في الحملة هذه بإذن الله. مشرك أصبح حاضرين. بس تقول لنا متى الافتتاح، نذكر مشاهدينا؟ ان شاء الله بتبتدي اول تدشين بيكون في فيلاجيو هذا السبت ان شاء الله من الساعه 8 للساعه 10 صباحا، وبعد اسبوع ان شاء الله بيكون في مجمع حياه بلازا مثل ما الخور. يعني كل اسبوع راح يدشن في صحيح، بس عقب بيكون مفتوح للجميع. نعم. ممكن يجي قبل اي شخص ويشارك معك. وطبعا هي بتخدم المولات بشكل كبير. ليش انا حتى من جانب تسويقي ايضا ففكره اللي هي المولات المعززه للصحه، مش الفكره العاديه ان المول نذهب فيه للتسوق، بل نشوف فيه بعد مول معزز للصحة. حبيبي بيستانسون أكثر ناس بيشاركون معاكم في الحملة. أكيد. سيد عبد الله المهندي الباحث في تعزيز الصحة في مستشفى سبيتار، شكرا لحضورك معنا في برنامج ترحيب، ونقول لكم قواكم الله وموفقين في حملتكم إن شاء الله. بيض وجهك عبد الله، وإن شاء الله نلتقي فيك إن شاء الله في حلقات قادمة، ما قصرتوا علينا. الله يجزاك. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل راح نكون مع السيد نواف راشد الكعبي اللي راح يعرفنا على برامج الابتعاث السنوية لشركة قطر للبترول. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا، ومتواصلين معاكم في برنامج ترحيب. رفعت شركة MSCI لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر من سوق ناشئة جديدة إلى سوق صاعدة، ويأتي هذا التصنيف بعد أقل من أسبوعين من إصدار تقرير التنافسية الدولية من المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت فيه قطر في المركز العاشر من بين 60 دولة. وأشار التقرير مشاهدينا نفسه إلى أن قطر نجحت في الحصول على أعلى تصنيف ائتماني بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق أهم مؤسسات التصنيف العالمية. وتعد قطر حاليا واحدة من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وبحمد الله تخطو الدولة من إنجاز إلى آخر على كل المستويات، وفي مقدمتها المستوى المالي والاقتصادي في ظل سياسة التنمية الشاملة التي جعلتها قيادتنا الرشيدة هدفا أساسيا لتقديم التقدم والازدهار للمواطنين بوصفها ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. نتقدم الى تقدم يا سالم، ومن انجاز الى انجاز، اللهم لك الحمد. اللهم هذا كله توفيق من رب بلا العالمين. تحصل يعني على مركز نعم. العاشر من خلال 60 دوله، اتوقع هذا رقم قياسي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. باذن الله. ننتقل مشاهدينا الى موضوع اخر، حيث ينظم مركز تاج الوقار دورات تدريبيه تحت عنوان مراهقه بلا إرهاق، وهي موجهة لأولياء الأمور. وتهدف الدورات إلى تعليم الأولياء أساليب التعامل مع أبنائهم المراهقين. تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام ومستمعينا من خلال هذا التقرير. الأطفال تخلي
مركز تاج الوقار تعليم القرآن جزء من التنمية المحلية في قطر الخيرية، نطرح برامج ودورات وأنشطة تربوية تخدم المجتمع المحلي. ينظم مركز تاج الوقار تعليم القرآن دورة مراهقة بلا إرهاق، وهي تستهدف أولياء الأمور من الرجال والنساء. تعريف يعني أولياء الأمور بالأساليب اللي ممكن فيها يعني يتعاملون مع المراهقين، ونضرب لهم أمثلة كيف يتعامل مع المراهق وكيف ينتهز الفرص اللي ينصح المراهق فيها وكيف يحذر عن الأخطار هذه. لا شك أنه يعني الوقت هذا يعني في السن هذا سن حرج، فينبني عليه مستقبل المراهق نفسه. يقول لك أصلا مش مهم. تسعى شركة قطر للبترول لاستقطاب أبنائنا الطلبة ضمن سلسلة برامج الابتعاث السنوية التي تقدمها الشركة. ما الجديد في برنامج هذا العام ومتى سينتهي باب التقديم؟ عن هذه الأسئلة وغيرها معنا في الاستوديو السيد نواف راشد الكعبي، مساعد مدير التدريب للشؤون الأكاديمية. نواف حياك الله معنا في برنامج رحيب وأيضا في قناة الريان، سعداء بتواجدك معنا. الله يحييك، يا مرحبا. يا مرحبا بك يا ابو راشد. وفي البدايه ودنا تحدثنا عن برنامج الابتعاث في شركه قطر للبترول، خاصه يمكن ان احنا قاربنا وشرفنا على انتهاء السنه الدراسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج الابتعاث في قطر البترول من يمكن اقدم البرامج الابتعاث في الدوله، بدا سنه 1960 ما شاء الله، اي في ابتعاث موظفين القطريين إلى الخارج. تم الابتعاث الجامعي عن طريق بريطانيا وأمريكا، والحين بعد يعني فترة صار اللهم لك الحمد توفر الجامعات المحلية في دولة قطر، فصار الابتعاث الحين في دولة قطر في بريطانيا وفي أمريكا وفي استراليا من سنة 1960 وهذا الابتعاث موجود. طيب اللي يميز برنامج العام الحالي عن الأعوام السابقة أخوي نواف؟ الحمد لله السنة هذه بدينا فترة بدينا فتح باب القبول للابتعاث من 1/4 تزامن مع المعرض المهني السابق. نعم. استقبال جميع طلبات الشباب خريجين الثانوية، تم التواصل عن طريق موقعنا الإلكتروني والرد على الشباب اللي يقدم من بداية 1/4 لين اليوم، اللي ما عنده قبول، اللي ما عنده شهادة آيلتس، عشان نبدأ نتواصل معهم من الحين وقت الاختيار مقابلات شخصية. نعم. نعم. يكونون جاهزين. واللي يميز السنة بعد اللهم لك الحمد تم زيادة متخصصات الطلاب جميعا في الداخل وفي الخارج. ما شاء الله ما شاء الله، الطلاب مستانسين عيال الحين هالأيام. يستاهلون يستاهلون عيالنا في الداخل وأيضا في الخارج. أكيد عندكم شروط تضعونها أستاذ نواف حق الأشخاص اللي ودهم يلتحقون في برنامج الابتعاث في شركة قطر البترول. شروط الابتعاث الجامعي احنا بس عشان نوضح النقطة، ابتعاث اعداد فني واداري بيكون هنا في الدوحة من خلال كلية شمال اطلنطي. نعم. والابتعاث الجامعي يكون في المحلات الجامعية والخارجية. نعم. بالنسبة حق الابتعاث الجامعي شروط القبول انه يكون حاصل على شهادة ثانوية 80% سنة 2012 السنة الأكاديمية السابقة أو 2013، عند اختبار الآيلتس أو التوفل بما يعادل 5.5 أو 71 في التوفل، بس شرط يكون من قطر. أي من مركز في قطر يجتاز المقابلة الشخصية ويقبل بشروطه. في الفترة الأخيرة دائما شفنا بعض الشباب أو الطلبة يأخذون امتحان التوفل في دول خارجية، يعني ممكن يأثر على مصداقية هذا الموضوع أتوقع. احنا نطمن يعني عشان يكون معانا التوفل يكون يا في كلية الشمال الأطلنطية في البريتش كونسل يا في قطر فانديشن. نعم. نعم. يعني في من احد هالثلاث مراكز معتمدة وعارفينها وعارفينهم وفي تواصل بيننا يعني وبينهم على جميل جميل. ما شاء الله عليكم كلكم مركزين على 80% بالنسبة لكم انتم كجهة البترول او ايضا حتى شركة راس غاز. ما في مجال احنا ننزل شوي من 80؟ احنا 75% حق 75% حق ال لا 75% حق المدارس البريطانيه والامريكيه اللي الاهليه اللي هي موجوده في الدوحه. نعم. و80% حق المدارس العلميه. نعم. هذا نعم. بالنسبه للقطريين طبعا. للقطريين نعم كل. طيب. الغطري طيب اللي بيقدم يعني طلب على هذه البرامج وين راح يقدمه؟ يقدم عن طريق موقعنا الالكتروني اللي هو كيو بي سكولارشيب، اللي هو موقع الابتعاث في قطر للبترول.
مثل ما قلت لك أول ما يقدم إحنا يعني تقريبا يوميا ننزل من الموقع الطلبات اللي جات ما شاء الله باستمرار يعني إيه باستمرار لأن إحنا عندنا تعرف الوقت ضيق مع قبول الجامعات ما نخلي الواحد لين آخر فرصة لأن وقت المقابلات الشخصية نقول له والله أنت ما عندك الشروط اللي نبيها أو الجامعة اللي إحنا نبغيها فيتم التواصل معهم بدري عشان يكون وقت المقابلة أول مقابلة شخصية بيكون عندنا حق الشباب في تاريخ 18/6 إن شاء الله. نعم. ما شاء الله. إيه فأغلب الشباب اليوم في 18 جاهزين بالشروط اللي إحنا. نعم. زين يعني طول هالفترة اللي راحت من وقت التقديم إلى المقابلات الشخصية هل في مساعدة للأشخاص اللي مثلاً عندهم النسبة اللي تأهلهم للدخول الابتعاد مثلاً عنده واحد نسبة 80% وعنده أيضاً 5.5 الآيس لكن ما عنده أو ما يعرف الطريقة اللي يتواصل فيها بحيث إنه يجيب قبول الجامعات هل في مثلاً مساعدة للأشخاص بحيث إنكم تجيبون لهم هذا القبول أيضاً؟ شوف احنا نوجه الطلاب اللي يجونا كلهم اي حد يجي يعني سواء بياخذ بعثه عن طريق قطر بترول او مو ماخذ بعثه عن طريق قطر بترول نعم. يعني حتى لو الشخص هاي واجبنا يعني اتجاه الطلاب القطريين اللي موجودين احنا عندنا مكتب في بريطانيا ومكتب في امريكا نعم. طالب اللي يجينا يبغي مساعده في الابتعاث من واجبنا ان احنا نقدم على الجامعات يعني نساعده في انه التقديم على الجامعه ما تقدمون له توجهونا اي عندنا لنا من خلال مثل ما قلت لك من خلال المكاتب الموجوده عندنا في بريطانيا وفي امريكا هم يقدمون له يساعدونا في التقديم يعني انت تساعدونا على الابتعاث اخوي نواف لكن هل تشترطون علينا لازم يداوم في المؤسسه او في الشركه نفسها مده الدراسه يعني اذا اذا واحد درس اربع سنوات يشتغل اربع سنوات يشتغل اربع سنوات يعطيك العافيه زين الحوافز اللي تقدمونها للطلبه من خلال في برنامج الابتعاث شنو هي لو حد لو تحدثنا اكثر عنها زين الطالب اللي مبتعث في قطر يمشي له راتبه اللي في قطر نعم الطالب اللي مبتعث بريطانيا ولا امريكا بريطانيا ولا في امريكا يمشي له راتب اللي في القطر بالاضافه الى علاوه المعيشه في بلد الابتعاث نعم. يمشي له علاوه معيشه يمشي له تامين صحي وتذاكر السفر وطبعا من مميزاته الثانيه مثل ما قلت لك اللي الطالب المجتهد اللي محقق امتياز له مكافأة ثانيه والجيد جدا له مكافأة نعم الله يعطيكم العافيه نواف احنا مستمرين معك ولكن عندنا فاصل قصير مشاهدينا الكرام فاصل ومن بعد راح نواصل مع ضيفنا الكريم نواف الكعبي. حياكم الله مشاهدينا ومتواصلين معاكم في برنامج ترحيب من بعد هذا الفاصل وايضا مستمرين مع سيد نواف بن راشد الكعبي مساعد مدير التدريب للشؤون الاكاديميه في شركه قطر للبترول مستمرين معك بن راشد يمكن وصلنا للسؤال تكلمنا الحين ودنا نشرح اكثر ايضا عن هذا البرنامج ودنا تحدثنا اكثر عن التخصصات اللي يشملها برنامج الابتعاث في شركه قطر للبترول بالنسبة للتخصصات اللي سنة انطرحت معظم التخصصات محطوطة في الموقع تخصصات هندسية يمكن تحصل تخصص أو تخصصين إداري اللي هم المحاسبة وما يعتبر إداري يعني بحث والتخصص الثاني اللي هي إدارة لا إدارة اللوازم إدارة اللي هي الحين مشتريات ما مشتريات شلون تدير اللوازم يعني كلها علمية كل التخصصات علمية طيب ليش شوف قطاع الطاقة والصناعة الهدف منه هو عصب الاقتصاد الدولة الطاقة والصناعة صح احنا من لو تقول الاحتياج متوفر في جميع التخصصات الأولوية حق الهندسة هم الناس المشغلين للمصانع هم الناس اللي يديرون عمليات الإنتاج نعم. فشركة تركز على توظيف الكوادر القطرية في مجال الإنتاج نعم. فلذلك كان الجانب العلمي هو الأكبر الغالب على الجانب طيب ممكن نعددها التخصصات إذا هندسة البترول هندسة الكهرباء هندسة البترول هندسة الكهرباء والإلكترونيات والكيمياء كيمياء الهندسة والعلوم علوم الكيمياء والهندسة وهندسة الكمبيوتر علوم الحاسب والمحاسبة والحساب الكميات اللي هو الكوانتيتي سيرفي هاي من أهم التخصصات من أهم التخصصات في حساب دراسة الكميات حق المشاريع نعم. والعقود والأشياء نعم يعني أكثر من 8 تقريبا تخصصات
13 تخصص. 13 تخصص ما شاء الله ما شاء الله. زين يعني في دول معينه انتم مركزين عليها في شركه قطر البترول ام يعني الخيار مفتوح للطالب اللي يدرس في اي دوله مثلا خارجيه؟ شوف احنا نفتح الخيار حق الطالب من ضمن لسته المجلس الاعلى للتعليم يختار الجامعات الموجوده، بس احنا تركيزنا طلابنا موجودين في بريطانيا وفي امريكا وفي استراليا. نعم، بالاضافه الى طبعا الطالب الموجودين في قطر. طبعا احنا نعطي الاولويه لطلابنا في الجامعات المحليه، عندنا طلاب في جامعة تكساس وجامعة قطر وفي جامعة كارني. زين المعدلات يعني ما قطع كلامك بالخير بثامر، المعدلات اللي بالنسبه حق الجامعات عندنا في قطر، المعدلات اللي تقبلون فيها الطلاب عندكم، معدلات تراكميه. شوف احنا الطالب لين يدخل عندنا في البعثه لازم يحافظ على معدل 2.5 خلال بعثته الدراسيه. نعم. طالب اللي حقق 2.5 هذا الشيء المطلوب منه خلال البعثه. الطالب اللي حقق 3 فما فوق يستحق مكافاه الجيد جدا. الطالب اللي حقق فوق 3.5 يكون بالنسبه لنا امتياز ويستحق مكافاه الامتياز. نعم ما شاء الله عليكم. انتم يعني من عام 1960 وانتم مركزين البعثات على بريطانيا وامريكا، واتوقع انها هي اهم الجامعات هناك لمثل هذه التخصصات. في سنة 1960 لما بدأت البعثات عندنا فيلم وثائقي في قطر البترول الموجود عرضناه في حفل التخرج. احنا سنويا نعمل حفل تخرج للطلاب في الدوحة هني، لان نجمعهم موجودين كلهم يتعارفون واحنا نحتفل فيهم، لان ما تكون عندنا الفرصة نزورهم في كل الجامعات. عرضنا الفيلم وطلع فيه الله يعطيهم الصحة والعافية 3 من المبتعثين القدامى المتقاعدين، وجاوا في الحفل وشاركوا الطلاب في الحفل، واحد منهم ألقى كلمة وكانوا من ضمن المتواجدين في الحفل. ما شاء الله. هذه يمكن تعتنين عام 1960؟ لا، من الناس اللي بتعثوا في الـ في الـ في نهاية الستينات، مش حاضرني التاريخ بس كان في الستينات وكانوا موجودين. هذه يمكن يعني لها شعور خاص، خاصة لما الطالب اللي يشوف أخوانه وأباء وأجداده اللي بدأوا في هذا المجال من فترة طويلة، يمكن هذا يمكن يعطيه مسؤولية بحيث أنه يشد حيله ويجتهد أكثر في عمله المستقبل. أي والله، هو يعني وخاصة الكلمة اللي قالها واحد من أبهاتنا المتقاعدين المبتعثين عن قطر أثرت فينا كلنا صراحة في قسم البعثات وفي الطلبة كلهم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيهم العافية رب. صراحة يعني جهود مميزة. أنا ودي كنت بسألك عن التخصصات الموجودة، أنت قلت لنا تخصصات علمية، بالنسبة للتخصصات الإدارية قلتها هذه يعني بالنسبة لشركة قطر البترول، هل في سبب معين أن ما تخليهم يكثرون مثلا التخصصات الإدارية؟ أنا قلت مساء ركزنا على الشباب، أن إحنا مثلا السنة عندنا 102 فرصة ابتعاث. نعم. تقريبا لو يعني تعطيني كم بالنسبة الشغلات الإدارية بتكون 20% من ال 102 موجودة. من ال 102 اي 20%. نعم، نحاول قد ما نقدر يعني نركز على المهندسين اللي يشتغلون. نعم. في القطاع على الجهة العلمية. طيب بالنسبة للتقديم على طلبات التسجيل أو الالتحاق بشركة البترول بقطر البترول، متى آخر موعد لتقديم الطلبات؟ آخر موعد لاستقبال الطلبات بكرة إن شاء الله تاريخ 13 الساعة 12 في الليل. بكرة؟ أي بكرة إن شاء الله. بكرة؟ أي. تاريخ كم؟ تاريخ 13 الساعة 6 كم عفوا؟ الساعة 12 بالليل يقفل الموقع. يعني عندهم بكرة كامل اللي حاب يلتحق في قطر بقطر البترول، عندك بكرة كامل تقدر تقدم الطلب؟ إيه، بس النتائج لحد الحين ما طلعت بعض المدارس الثانوية. لا، ناخذ من 1/4 على نص السنة، شهادة نص السنة. شهادة نص السنة. نعم، إذا بشهادة نص السنة بإمكانك التسجيل في الموقع. الموقع عندكم موقع qbscholarship.com. حلو، هذا هو الموقع مثل ما ذكر، بس نعيده أبو راشد لتهون، qbscholarship.com. طيب بإمكانهم أيضا يعني الدخول إلى موقع الشركة، موقع الشركة يوصل على هذا الموقع. زين قبل أن أختم معك أبو راشد، هل في كلمة أخيرة توجهها للطلبة أو لطلابكم أيضا اللي مبتعثين اللي شاهدون برنامج ترحيب الآن؟ والله أنا أنتهز هالفرصة الحين وجود شباب كلهم في فترة الامتحانات النهائية، إن شاء الله نتائجهم إن شاء الله بكرة، إذا طلعت الله يوفق الجميع. الدولة رؤية قطر 2030 الاهتمام جزء منها الاهتمام في التعليم وابتعاث الطلبة، يعني تهيئ الفرص الدراسية للشباب. نعم. اللهم لك الحمد، قطر البترول ولا كل الشركات الموجودة في الدولة والجهات الموجودة في الدولة تبتعث، هاي فرصة الله يوفق الجميع إن شاء الله ويجتهدون ويكونوا إن شاء الله كلهم
الله يعطيك العافيه نواف بن راشد الكعبي، مساعد مدير التدريب للشؤون الاكاديميه في شركه قطر للبترول. شكرا على حضورك معنا في برنامج ترحيب، ونقول لكم قواكم الله. الله يقويك يا بيض روجك ابو راشد. الله يحييك، ما قصرت. الله يحفظك. نظم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم مؤتمرا صحفيا تم الاعلان خلاله على موعد المنتدى واهدافه، حيث ينعقد المنتدى الدولي الاول للصم المسلمين خلال الفتره ما بين 10 الى 13 من شهر نوفمبر المقبل. ويهدف هذا المنتدى مشاهدينا الى تسليط الضوء اكثر على قضايا فئه الصم المسلمين في الدول الغير اسلاميه، والتاكيد طبعا على حق الصم في التعبير عن الراي. المنتدى الآن احنا عندنا منتدى إسلامي دولي للصم، والإعلام إن شاء الله احنا هذا مؤتمر إعلامي لنشر هذا المنتدى لعشان الناس كلها تعرف ان عندنا احنا منتدى دولي عالمي للصم، بقصد ان احنا نجمع كل الدول الإسلامية للصم. هذه أول مرة يصير على مستوى العالم، راح يكون في قطر إن شاء الله، راح يكون في تاريخ من 11 إلى 13 نوفمبر القادم. موضوع المنتدى هو التركيز على الجانب الديني من نصح وإرشاد ووعظ خاص بالصم والمسلمين على مستوى العالم، وبالتالي احنا يجب ان نكسر الحاجز الثقافي والعلمي ما بين السامع والأصم، بحيث احنا ننظم لهم هذا المنتدى ونجمع قدر ما يمكن من الصم اللي في العالم ليأتوا الى قطر، ومن ثم الى الاستفاده من امكانياتنا ومنجزاتنا كلها في قطر. ولا انسى في هذا المقام اتوجه بالشكر الجزيل الى سعاده وزير الثقافه الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، ولكل عاملين بالثقافه، ولكل اداره المراكز الشبابيه في قطر. انا اتمنى ان شاء الله مع افتتاح هذا المنتدى ان ياتي بوكله ويحقق اهدافه ونحقق الاهداف المرجوه منه، وبالتالي نتعاون ايضا مع المنظمه الاسلاميه بحيث ان يكون هذا المنتدى نهج ساري مع المراكز الشبابيه العامله في مع الصم، بحيث انه يكون بشكل دوري كل سنتين او ثلاث سنوات. ولا انسى ايضا الشكر الجزيل لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد ولي حكومه قطر. بلا شك هذه الفئة لابد الاهتمام فيها من ناحية المنتديات وأيضا المؤتمرات الصحفية، يعني مثل ما شفنا من جميع دول مجلس الخليج في هذا الاجتماع، وكان هناك تبادل آراء أيضا من خلال هذا المنتدى. وأولا وأخيرا يا سالم هم فئة منا وفينا وجزء أكيد. أساسي لا جزء من هذا المجتمع إيمانا منا مشاهدينا وأيضا منها بقدراتها الفنية ودعما منهم لمواهبهم. نظمت مدرسة تمكن معرض هكذا نتعلم. هذا المعرض نفذه تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكان مساحة لهم ليعبروا عن أفكارهم. المزيد من خلال هذا التفصيل، هذا التقرير عفوا. هذه دليل على هذا الطلاب انهم حصلوا نتائج جيده، وانهم قدروا يسوون اشياء اللي ما كانوا لو ما جو هذه المدرسه ما قدروا يسوونها. وهذه المدرسه اسمها مدرسه التمكن، ان الولد يعني يتمكن ويقدر يستغل طاقاته اللي هي مغموره فيه وما يقدر يطلعها اي مدرس او اي الا ناس متخصصين. هذا اول شيء دليل على نتائج الدوله ونتائج المسؤولين عندنا اللي هم اهتموا بالصغير والكبير. اليوم احنا في معرض مدرسة التمكن الشاملة، اسم المعرض كيف نتعلم.
فالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لهم طريقة خاصة في التعامل معهم عشان هم يفهمون المعلومة، فلازم نعلمهم بأشياء محسوسة يحسونها، مثلا قص الورق، قص الصور، لصق، يكتبون قص كلمات ونكتبها عليهم. الطلاب كلهم اشتركوا في هذا المعرض، وهو عبارة عن تنمية قدرات الطالب والتفاعل مع الطالب وخطط فردية ندرسها للطالب عشان يوصل للمستوى الأفضل. بلا شك نوجه الشكر لمدرسة التمكن على هذه المبادرة التي يعني دائما ما تحرص على تنمية وصقل مواهب الطلبة وصقل مواهبهم، وأيضا أطلع جميع ما يحتوون الطلاب من مواهب من خلال هذه المعارض وهذه المنتديات. بلا شك هناك اهتمام واضح وكبير في هذا الجانب يا صباح، يعني من جميع المدارس في الفترة الأخيرة بدعم الموهوبين. نعم. وأيضا المخترعين من خلال هذه البرامج. نعم، وأيضا يعني احنا مستمرين في هذه البرامج وإبرازها أيضا في الإعلام، إبرازها من قناة الريان الفضائية اللي من شأنها إبراز نفس هذا النوع من الفعاليات. أكيد. اللي بدورها يمكن تعطي الفرصة للطلبة لإبراز مهاراتهم. أيضا مشاهدينا مستمرين معاكم، لكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل افتتح وزير الثقافة والفنون والتراث الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مساء أمس معرض إبداعات. وقد نظم هذا المعرض قسم الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة والفنون والتراث، وذلك في الحي الثقافي كتارة. بعد غياب دام 5 سنوات عاد قسم الفنون البصرية التابع لوزارة الثقافة والفنون والتراث في معرضه إبداعات الورش الفنية، والذي جمع بين نماذج من الفن النوعي والأسلوبي في رؤى معاصرة ومتقدمة. أنا مشاركة في عملين في فن الطباعة، وفن الطباعة هو فن نادر عندنا في قطر، نادر ما تشوفين فنانات دخلوا فن الطباعة، وأنا حبيت فن الطباعة لأن يأهلني أني أنا أكون نحاتة. شاركت بعملين وكان عبارة عن حفر على الخشب، ودائما ثيمتي الخيل العربي. المركز يقدم آخر ما توصل له من الفن في الطباعة، في النحت، في الخزف، في الفن التجريدي. يعني حقيقة احنا نشكرهم على هالجهد والدعم اللي قدمونا لنا كفنان. وقدم هذا المعرض نتاج وحدات الرسم والتلوين والطباعة الفنية والخزف والكمبيوتر والجرافيكس، وشاركت فيه وجوه شابة تقدم أعمالها للمرة الأولى، وهو أحد الأسباب الذي افتتح المعرض من أجله. يشار إلى أن قسم الفنون البصرية يقدم نمطاً في التواصل الفني من خلال وحداته، باعتباره مؤسسة فنية تحظى باهتمام كبير من إدارة الثقافة والفنون ورعاية من الوزارة نفسها. ننتقل بالحديث الى انا والله قاعد اتكلم ابي اتكلم عن اخر رسمه حقيقه، شفت شلون اليدين وطالعه فيها بعد اصابع وايد. لا صراحه يعني كانت الرسمات هي اكيد لها مغزى، انا الحقيقه ما فهمتها.
لكن في لوحات حلوه ترى. ايه بس ذات يعني النحت يعني كان له دور كبير. دائما ترى الفنانين يعني لهم طريقه نظرة خاصه غير ولهم حقيقة. نظره خاصه يمكن لا انا ولا انت فاهمها لكن في في فكره اكيد في فكره لكن ما لازم لازم لا يرسم الفكره. ننتقل للحديث الى موضوع اخر مشاهدينا ونخلي لوحات حق سالم بن ثامر حيث اقيم اليوم بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحه حفل تدشين نشيدة مميزة وهي نشيدة الطهور للشيخ مشاري بن راشد العفاسي حيث تم عرض الكليب وتحميله أيضا على اليوتيوب. أجواء الاحتفال شوفها معاكم في هذا التقرير. هذا العمل نشيدة طهور صور بأعلى الإمكانيات ووفرت له من خلال المجلس الأعلى للصحة أفضل التقنيات العالية الجودة. هذا العمل يحاكي المرضى والهدف منه طبعا إيصال رسالة إيجابية لكل مريض تذكره بالثقة بالله عز وجل وتذكره بالتفاؤل والأمل بالله عز وجل. ترى اللي من الله كله خير وأي شيء كاتبه بيصير. ترى اللي من الله كله خير وأي شيء كاتبه بيصير. احنا كمجلس أعلى الصحة مسؤولين عن كل قطاعات الصحية في الدولة وعندنا استراتيجية واضحة ونعتقد أن هذا كلب إحنا نهتم بشريحة معينة من المرضى اللي نوصلهم رسالة هي لإنعكاس تطور خدمات في الدولة زائد الإيمان بالله. التقينا أن توصيل الرسالة هذه من خلال صوت معروف راح تؤدي ثمارها إن شاء الله وهذا ما نعمله إن شاء الله بعد اليوم اللي حندشنا فيه هذا العمل. يعني هذه هديتنا حق المجتمع القطري والمجتمع العربي بصفة عامة كون العمل راح ينتشر في كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية بإذن الله. اليوم في حفل التدشين رفعنا الكليب على العفاسي شانل في اليوتيوب والسوشيال ميديا وإن شاء الله يعني اليوم على قناة العفاسي وأكثر من قناة تعنى أيضا بالنشيد الإسلامي. صراحة شكر موجه للمنشد المعروف الشيخ مشاري بن راشد العفاسي وأيضا شكر موصول للمجلس الأعلى للصحة على إنشائهم أيضا لهذه الفكرة والمبادرة الجميلة اللي هي نشيدة الطهور. وأيضا نتمنى الصحة والسلامة لجميع المرضى والجميع من في المستشفيات إن شاء الله. بلا شك هذا عمل إنساني وأيضا يساهم في تغذية الروح لدى المريض يا صباح. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى أخبار العالم ومن أستراليا حيث تكتشف سبب رقصة طائر القيثارة. طائر القيثارة من أشهر الطيور الأسترالية الأصلية تتميز بجمالها الباهر وتشتهر بقدرتها الفائقة على محاكاة أصوات الطيور الأخرى وبذيلها الذي يتخذ شكل القيثارة القديمة عندما يفرد. لكن الباحثين في الجامعة الوطنية الأسترالية كشفوا أن هذه الطيور تتمتع بمهارات استثنائية في الرقص إذ إنهم مثلهم مثل البشر تماماً عندما يغنون فإنهم يحركون أجسادهم بطريقة فنية تتلائم مع النغمات التي يصدرونها. كما لاحظ الباحثون أن الطيور التي تتعمد القيام بالغناء والرقص هي الذكور فقط والسبب بسيط لفت انتباه الإناث ومغازلتهن ما يعني أن العبارة الشهيرة فتش عن المرأة التي وردت في مسرحية للكاتب الفرنسي ألكسندر دوما تصلح حتى في عالم الطيور. ما رأيك في الرقصة يا صباح؟ خليها لك يا سارة.
انا اسالك عن شفت التقرير. انا اشوفه قاعد يلعب من بدايه التقرير لين نهايته. بس انا شفتك تعلق عليه. ها؟ انت علقت. التعليق خليه بعد الحلقه. إذا مشاهدينا الكرام، مع هذا الخبر وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل برنامج ترحيب بإمكانكم مراسلتنا عن البريد الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة ترحيب@ريان.تي في. نشوفكم باكر في حلقة جديدة من ترحيب. مع السلامة.